يا اخو لي بارول يتحاسب عليهم اللي يكتبهم، ماك شايف دوكا كاين دي رابر زعما يحب يكتب على فايس بيزار، زعما كشغل داخل فيه الجن زعما السحر كدا، هو ما ماسونية ما داخل فيه حتى ايكيب، هو واحد ما زعما ما عنده علاقة مع الجنون، ما عنده علاقة مع الماسونية، ما عنده والو، او يربح غير في لعب مع ربي. هذا ما كان تسمى هادوك لي بارول يتحاسب عليهم هو، شغل يحبو كاين دي رابر يحب تكنيك، يحب يطيح ملحد، يحب يطيح زعما شغل ما يامنش، باش انت كي تسمع شغل بيزار وهذا شغل هم يعاونوه الجنون في الكتيبة، فاهم؟ هي ما كاين والو شريكي، هو راهو يسيك هناك صحيت هذه هضره شابه شريكي، زعما سيرتو كي يكون البيت ولا الموسيقى شغل حاجه تخلع، زعما حاجه تخوف مع هذوك لي بارول، زعما بهذيك لا فاسون وكذا. وليكيب ما راني نهضر على حتى واحد، بالعكس الناس راهي تقول على لي رابور بلي ماسونيين وكفار وكذا، من انا نقول لكم لا ما كاش منها، ما كاش رابور زعما كافر وقدام الناس، سيرتو زعما اللي نعرفهم ودرت معاهم وقدام ما كاش منها، عليك شغل ما كاش منها شغل خرطي تجي زعما ماسونيه تجي وليه زعما خرج العباد من المله، ما كاش منها خويا. وهذوك كاين الناس في تيك توك زعما شغل كاين عباد باللحيه يا اخو، شغل ما شغل ما شي زعما كي ربى اللحيه ولا حفظ شويه من القران، ما انت نديروه زعما تيك بنادم يقدر يفتي ولا نتبعوه. كان عباد ما يعرفوش شريكي، ما يعرفش يسمع يجي يبدا يهضر ويكفر في عبد، ما كي تكفر عبد راهي صعيبه شويه تكفر، تقول على عبد كافر ولا تقول على عبد ارتد ولا شايف شغل. كان دوكا تيك توك تعرف شويه لحيه ويبدا يهضر في الناس ويقول لك هذا كافر ويقول لك هذه كافره بلا ما يعرف حتى حاجه شريكي. مام هادي واعره كي تقول على واحد كافر، انا جامي شت امام خشين هكا خرج يهضر عليك شرابير وقال عليه هكدا يا خو. بريميرمون هذوك الاشارات ماشي زعما حاجه صح، حاجه داخله شغل في الطحراش راك شايف، راني فهمتك مقبل، حاجه شغل داخله. وزيد هذيك اللي دارها اللي دار المونتاج هو اللي دارها، شاف باللي الفايب هو هكاك زعما شغل حاجه تاع شواطن زعما هكا برك، باش نزيدو زعما كيما نقولو باش نزيدو نحميو البندير، باش تخرج حاجه زعما انتيك في الفايب اللي انا حابينه، ماشي معناتها درت لك هادو قدام معزة ولا معناتها شغل هنايا. شريكي اخوك مسلم وعقيده صحيحه باذن الله، وما تكسرش كاع راسك شغل هادوك تحراش، وانا قلتها في واحد الانترفيو شغل اشارات هكا باليدين ما عندهم حتى معنى شريكي، انا ما نامنش كاع بيهم شريكي، مين ديرهم باش تحلم هاك تعرف شريكي. ما كاش واحد رابر في الجزائر ملحد ويقول في الغناء تاعو انا ملحد وعايش في الجزائر، باسكو الحاجه الاولى سي بيان لي راهو يخدم له في استوديو ولا ولاد حومته راح يدي منهم طريحه الاولانيه، وزيد ما راحش يزيد يقدر يدور لازم برا، باسكو شغل باش دير عفسه كيما هادي شغل لازم تخرج من الجزائر وديرها من بعيد، علاش مي في الجزائر ما شكيتش مع شرد جنون بالك تدخل للجبانة يا اخي تايا وتموت تحت الارض قابلني انا، نعمر لحمك بالدود في وسط قبور نديرك خانة جيبك يساني بالروش دم جنون سخون تيزانة قبل المغرب. جيسبيغ راكم بخير، غندير هاد فيديو كلاش ديدين كلا ديدين كلاش كلاش ديدين كلاش ديدين لا كانونسيز، انا غادي نقول لك باللي نتايا كافر وماسوني تقعد كيما هكا فهمني، انت داير تقول في غناك باللي ما كاش فتوحات اسلاميه وما كاش هادي منا ومنا، انت بروحك ماسوني نتايا ونو ميديا هذيك اللي دايره كرون دايره كرون تاع شيطان ايكون دو ديمون دايرتهم في الفيستيفال هاد الخطره، وكاين بزاف قبلكم تاني مسمين لي زالبوم تاعهم فواكه الشيطان وفاهم يفهم، يقول لك انا شفت ديمون انا يا خوتي، هادو دايرين باكت هادو دايرين باكت باش كيما نقولوا يحطموكم ويبعدوكم على دينكم ويحاربوا الدين الاسلامي. حنا يا سنتنا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يا خوتي بارطاجونا هاد الفيديو ان ماكس باش الناس يكون على بالهم باللي هادو الناس ماسونيين وكفار وراهم يديروا خاوتي. راكو تشوفوا ابوكا بلي يهضر على ثلاثه عباد انا ما نتفاهمش معاهم، شايف ديجا انا ما نتفاهمش معاه مي واش راهو يهضر خرطي، راهو يدير هكا زعما شغل هو ويدافع على الاسلام، وزعما هاد العباد عندهم باكت مع الشيطان زعما باش يدمروكم وباش يهلكوكم، ماكش كاع منها عليك ماكش كاع منها. واش راهو يهضر سي ابوكا خونا عنده مدة ما بانش عنده مدة ما غناش، هو حب تعنقيشة دخلها شغل سنة وحنا عقيدة زعما دوك شغل هو يضرب غنية زعما يحامي على كاش من عليك هاي باينة،
ما ادري عندي مشكل معاهم، بس نقول لكم بلي هاد لابسه شويه درقع قضيتها قضية بالك بحب يديروني احب كذا، وهو ما يتفاهمش معاهم، قال له باك الشيطان وبدا باش يدمروك. زعما يقدر واحد يدمركم بغنية؟ ما كاش منها يا ناس.